السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الرياضية نبدأها بأبرز العناوين. بهدف تحقيق الفوز الأول في التصفيات، منتخبنا الوطني يواصل تدريباته لموقعة كوريا الجنوبية في الجولة السادسة. بعد منع وفد اتحاد الدراجات من الدخول إلى الأراضي المصرية، مطالبات عراقية ببيان الأسباب. اتحاد رفع الأثقال يعلن موافقة جميع الاتحادات العربية على المشاركة في بطولة العرب والتي ستقام في أربيل. إسبانيا تواجه السويد في موقعة عنوانها التأهل من أرض الأندلس، ونقطة واحدة تكفي البرتغال أمام صربيا لبلوغ مونديال قطر. أهلا بكم. واصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب حمد في الدوحة استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وأشار المدرب أدفوكات إلى بعض الجوانب التكتيكية التي رافقت مباراة سوريا، مؤكدا أهمية وصعوبة المواجهة المقبلة أمام كوريا الجنوبية. وشارك في التدريبات جميع اللاعبين بما فيهم أمير العماري الذي سيغيب عن مواجهة كوريا بسبب الحرمان، لكن الجهاز الفني فضل بقاءه ضمن وفد المنتخب الوطني ومواصلة التدريبات مع زملائه لزيادة الانسجام بوجود عدد من الوجوه الجديدة باستثناء اللاعب علي فائز الذي تدرب بشكل منفرد رغم تماثله للشفاء. عبر المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني كورنيليس بوت عن تفاؤله بتحقيق نتيجة الفوز في مباراة كوريا الجنوبية، موضحا أن الجهاز الفني أخذ على عاتقه أن تكون للوجوه الشابة فرصة التواجد في المنتخب الوطني وهو في طور اكتساب الخبرة، وأن كل ما يحتاجه الكادر أن يتحقق الفوز للمضي قدما في التصفيات. أشار إلى أن الحظ وقف عاثرا أمام العراق في مواجهة سوريا بإضاعة فرص محققة للتسجيل. حمل المدرب الكروي باسم قاسم مدرب المنتخب الوطني أدفوكات مسؤولية النتائج التي تحققت حتى الآن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، مؤكدا أن الأمل ما زال موجود لخطف إحدى بطاقات التأهل. والله لا يزال الأمل قائم، وأعتقد أكيد كان الأمل أكثر يعني مع مباراتنا مع سوريا. وانا اتكلم لربما يعني نتوجه، احنا نتكلم نظره شخصيه، نتكلم جانب فني لربما توجه ما يهمنا، يعني اكو قسم من الناس اللي تتكلم بعاطفه وقسم من الناس، يعني احنا نتكلم نظره فنيه بعته. انا اقول يعني حتى المباراه الاخيره اساء استخدام الاسلوب وتغيير التعامل مع المباراه المدرب بغض النظر عن نوعيه اللاعبين. وانا بنفس الوقت يعني استغرب من قسم من الاخوان اللي بحسن نيه او بسن نيه بعض الامور الغير حقيقيه، يعني يتقصد انه يهمش او غيره. كل هؤلاء اللاعبين لو كانوا موجودين مع المنتخب نتفق جميعا انه المنتخب يقدم افضل بوجود علي حمادي، بوجود امير العبادي، بوجود مهند جعاز، وبوجود، لكن كل هؤلاء اللاعبين هم موجودين مع المنتخب ومتاحين حتى في معسكر تركيا. اكو قسم من اللاعبين هو برغبته ما اجى، فلذلك بغض النظر عن اللاعبين واختيار اللاعبين يتحمل بالدرجه الاساس من مباراه كوريا الى حد مباراتنا الاخيره عدم التوظيف، عدم اختيار الاسلوب المناسب. قسم من الاخرين يعطون بعض الامور بحس ان هي وسونية حقائق، هسه تكلم جانب فني ممكن مو اي وجهه نظرك محترمه، بس لا تتكلم بحقائق مغلوطه وتوهم الشارع، لا تتكلم والله المدرب أدفوكات لو جاوب ولا ذا، كل اللاعبين متاحين من البدايه من معسكر تركي، وهو اللي يتحمل مسؤوليه اختيار اللاعبين، وهو من عبث بالمنتخب العراقي من حيث الاسلوب ومن حيث اختيار اللاعبين ومن حيث توظيف اللاعبين، ولحد المباراه الاخيره اعطيني ابسط فكر تدريبي، انت هاي المباراه الامل الاخير وانت لحد اللحظات الأخيرة تلعب مهاجم واحد وغير قادر أن تعمل كثافة هجومية. هذا وكذا اللاعبان الدوليان كرار محمد ومروان حسين صعوبة لقاء منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية، مطالبين بتقديم مستوى أفضل من أجل خطف النقاط الثلاثة. المنتخب الوطني أكيد إحنا نتمنى لك كل الموفقية، مباراة قوية مع كوريا، بعد إحنا تعرف مباراة السابقة تعادلنا وياهم، فريق محترم، فريق بطل، فريق كوريا. اكيد اللاعب العراقي احنا نعرف يعني منتخبنا واللاعب العراقي تبين نوعيته في مباريات،
اكيد بعد خساره نقطتين مع منتخب سوريا نتمنى ان شاء الله يقدمون مباراه محترمه يفرحون. صحيح صار يعني صار الصعود صعب للمنتخب العراقي والبطاقه الثالثه بها صعوبه، نتمنى على الاقل يقدمون مستوى يليق بسمعه المنتخب الوطني. صراحة يعني صعبة، وبس هي مو صعبة على اللاعبين، يراد لهم يشدون حيلهم ويتكاتفون ويفرحون الشعب العراقي والجمهور العراقي. مباراة آخر مباراة آخر شانس إن أعتبره، إذا لازم نفوز في سبيل إنه إذا مو البطاقة الثانية فعلى الأقل أفضل ثالث، يعني نروح أفضل ثالث، فهي هاي يعني فرصتنا الوحيدة. اختتم منتخبنا الوطني للناشئين معسكره التدريبي في الإمارات تحضيرا لانطلاق بطولة غربي آسيا الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية. وخاض منتخب الناشئين خلال معسكره التدريبي مباراتين وديتين أمام نظيره الإماراتي، تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، وبذات النتيجة خسر مباراته الثانية. وسيفتتح منتخب الناشئين مشواره في بطولة غربي آسيا أمام نظيره اللبناني في السابع من الشهر المقبل، بعدها سيلاعب منتخب البلد المضيف السعودية في التاسع من الشهر ذاته. إذن عن تحضيرات ناشئي العراق ينضم معنا المدرب المساعد للمنتخب سعد عبد الحميد. أهلا بك كابتن سعد. اهلا وسهلا، تحياتيكم جميعا ان شاء الله. اهلا بك. اذا ضعنا في صوره التحضيرات لمنتخب الناشئين العراقي. بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم. اكيد يمكن دخلنا معسكر في دوله الامارات العربيه المتحده لمده 7 ايام، تخيلت 6 وحدات تدريبيه بالاضافه الى مباراتين تجريبيتين، لنقف على استعداد اللاعبين اعتقد فتره كبيره جدا مع لاعبين مباراه وديه تتوبات وديه دوليه لهم في نفس الاعمار اللي موجوده، فالحمد لله وشكرا الامور يعني مشت ما رتنا. كان هناك ارتياح من قبل يعني حتى اعضاء رئيس الوفد والكادر الاداري الفني وجميع اللاعبين، التزام في كل شيء، والحمد لله طلعنا في نتيجه ايجابيه جيده على تم الجائزه ان شاء الله، ونكون مستعدين لبطوله غرب اسيا الشهر المقبل ان شاء الله. طيب انطباعكم انتم كجهاز فني وانت الان تشيد بمعسكر الامارات، انطباعكم الحقيقي بهذا المعسكر؟ نعم اكيد قلت يعني كان هناك انضباط جدا عالي حتى في داخل الفندق خارج الفندق، يعني وقفنا على استعداد اللاعبين يعني في بنسبه كبيره جدا، ونتمنى نكون موفقين ان شاء الله من خلال البطوله، اول بطوله اللاعبين يدخلون اول بطوله، وان شاء الله نكون مستعدين استعداد جيد لهذه البطوله لكي نحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله في البطوله، يعني ورانا اللاعبين في الاستعداد الكامل، يعني تعرفين لعبنا مع المنتخب الاماراتي مباراتين، يمكن لعبوا مباراه تجريبيه اكثر من عندنا حوالي يمكن بين 40 مباراه ما خسرنا ولا اي مباراه. طيب. لعب مع المنتخب البحريني فاز عليه 4، مع المنتخب الكويتي 8، اكيد من خلال المعسكرات اللي قام، لكن احنا اعتمدنا بصراحه اكون صادق معك انه الروح المعنويه العاليه اللي كانت عند موجوده عند اللاعبين كانت يعني جاهزه وجيده جدا، هذا ما اظهر اللاعبين اداء ونتيجه، وان شاء الله القادم يكون افضل بالنسبه لهذا اللاعبين. طيب هل من الممكن ان تضيف نقاط اخرى على اداء اللاعبين، بالتالي مستوى الاداء الذي ظهر في معسكر الامارات والوديتين بالخساره ربما والربح في المباراه الاولى والثانيه، وهل ممكن ان نشاهد قائمه مختلفه واسماء مضافه للقائمه التي ستلعب في الشهر المقبل؟ احنا شوف انا يعني اكون صادق معك، انا صار لنا فتره نتدرب على ملعب يعني حتى القياسات مو قانونيه في ملعب وزاره الشباب، يعني هو الملعب الوحيد اللي عندنا موجود يعني تدرب عليه كثير من الفرق بالاضافه الى المنتخبات الاخرى، لكن انت من تلعب يعني في ملعب رئيسي حوالي من 110 الى 120، العرض 70 يارد حوالي، ويظهرون لاول مره هكذا مستوى يعني واصلين لاعبين تم الجاهزيه، اكيد اضافه بعض اللاعبين يعني ما عندنا اضافات بس لاعب هو اويخد وسجاد حميد ان شاء الله يكونوا مستعدين، واضافه الى حارس المرمى يوسف ابراهيم يعني للاصابه، ان شاء الله يكونوا مستعدين على مود الفريق يكون جاهزيته كامله ان شاء الله، اللاعبين كلهم يعني يريدون يدخلون البطوله في كل اريحيه بكل على اتم الجاهزيه، وهذا ما شاهدناه يعني في المعسكر لمده يعني 7 ايام، الالتزام للاعبين، الروح اللي يمتلكوها، يعني حتى الوضع كان يعني كان لا ما اخفي كثير مثالي بنسب كبيره، ارتياح من رئاسه الوفد على هؤلاء اللاعبين لاول مره مباراه تجريبيه
يعني ضرروا بمستوى واداء. واتوقع يعني من وجهه نظري الشخصيه انه هؤلاء اللاعبين راح يكونوا مشان ان شاء الله في مستقبل الكره العراقيه. نعم، المدرب المساعد لمنتخب الناشئين الكابتن سعد عبد الحميد، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. تنطلق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بكرة القدم يوم غد الاثنين بإقامة 6 مباريات، حيث يضيف ملعب بغداد مواجهة الطلبة مع ضيفه النفط، ويلاعب المتصدر فريق الشرطة نظيره الصناعة، فيما يواجه الميناء الجريح مضيفه سامورا، بينما يبحث نفط الوسط عن تفادي خسارتيه في الجولتين الماضيتين عندما يلاعب مضيفه الديوانية وعلى ملعب الإدارة. ويرحل فريق الكرخ إلى ميسان لمواجهة أصحاب الأرض نفط ميسان، وتختتم مواجهة الغد بلقاء أربيل مع نفط البصرة على ملعب الإدارة المحلية. هذا وتستكمل منافسات الجولة التاسعة في اليوم التالي بإقامة 4 مواجهات. أكمل فريق الميناء استعداداته لملاقاة مضيفه فريق سامورا ضمن منافسات الدوري الممتاز، ولحساب الجولة التاسعة نتابع تفاصيلها مع عماد الركابي. لا يمر بأفضل حال الميناء الذي غاب عنه الانتصار هذا العام، يقف في مؤخرة الترتيب ولم يقدم أي شيء يذكر، ويسعى إلى تغيير ظرفه عندما يلاقي سامورا بمنافسات دورينا. مثل ما تعرف مباراة مهمة بالنسبة لنا، نطمح أن نحقق 3 نقاط بها. الظروف اللي مر بها نادي الميناء ظروف صعبة، ظروف مادية، ظروف تغيير مدربين، إشكالات يعني أكثر شيء كانت على رواتب اللاعبين، تعرف هاي الأسباب يعني المشاكل تسبب معرقلات للفريق. نطمح أن نحقق 3 نقاط من خلال هذه المباراة، وإن شاء الله تكون عودة لنا سكت الانتصارات. نطمح انه نحقق 3 نقاط تليق بينا كلاعبين وتليق بالكادر التدريبي وتليق بسمعة كنادي الميناء، وان شاء الله نصالح الجماهير وان شاء الله نعود لوضعنا الطبيعي. الفريق الذي سيدخل المباراة تحت قيادة مساعد المدرب احسان هادي بعد اعتذار المدرب عمار حسين عن تكملة المشوار بسبب الخسارة امام الكرخ والخروج من بطولة الكاس، ناهيك عن الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الفريق. أكيد نادي الميناء اليوم نادي جماهيري وعريق وصاحب إمكانية وشركة راعية مؤسسة، بس اليوم اللاعب جاي تعرفه أهم شيء الأموال، يعني لاعب حتى ولد البصرة اللي كانوا عندنا بالفئات العمرية وصاروا كابتنية بالفريق، ما هذا الموسم ما قدرنا يعني نحاول إياهم الباقيين بالفريق، لاعب يريد أموال ويريد مبالغ وهذا من حقه. ما جاء نتوفق، الفريق بدا بعد الدور الخامس بعد تعادل القوة الجوية مثل ما ذكرت لك ان يصحى ان يقدم مستويات، بس نقص عندنا بمراكز مهمة مثلا خط الهجوم، احنا استقبلنا محترف ما استفادينا من مباراة وحدة يمكن 80 دقيقة مع الصناعة. مثل ما تعرف الفريق يعتمد الجاهزية لمباراة بكرة، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية نصالح بها جمهورنا، نرجع لسكة الانتصارات، نحسن وضع الفريق في سلم الترتيب. البحث عن الانتصار أمام سامراء والخروج من أزمة النتائج السلبية وشعار أبناء البصرة في هذه المباراة. عماد الركابي، العراقية الرياضية. بعثت اللجنة الأولمبية العراقية رسالة رسمية إلى اتحاد اللجان الأولمبية العربية بصدد منع وفد العراق من دخول جمهورية مصر العربية للمشاركة في منافسات بطولة العرب بالدراجات واجتماعات الاتحاد العربي للعبة. وورد في نص الرسالة دعوة العراق لتعضيد روح الأخوة بين الشباب العربي الرياضي، كما وتضمنت أيضا طلبا عراقيا للوقوف على أسباب ذلك سعيا لمنع تكراره من أجل الحفاظ على وحدة الموقف الرياضي العربي والعلاقات الرياضية العربية الوطيدة والسامية بين الرياضيين في جميع البلدان الشقيقة. مشاهدينا الكرام، عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية العراقية السيد حسين علي حسين. أهلا بك أستاذ حسين، معك ضياء المرسومي. كيف تعلق على الموقف المصري من منع وفد العراق من الدخول إلى الأراضي المصرية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا زميلي ضياء وللإعلام شرحيل وللمتابعين. حياك الله.
حقيقة يعني ابتداء تبدي اللجنة الأولمبية استغرابها حيال هذا الموقف الذي يبدو أن يعني المسؤول الأول عن اتخاذه هو الاتحاد المصري المسؤول عن تنظيم بطولة العرب بالدراجات لجميع الفئات وللجنسين. يعني تخيل معي أن 60 رياضيا عراقيا كانوا سيشاركون في هذا المحفل الرياضي العربي. حقيقة يعني نحن في الوقت اللي يعني أصدرنا بيان في اللجنة الأولمبية وأيضا فاتحنا اتحاد اللجان العربية يعني برئيسي بشخص رئيسي سمو الأمير طلال بن بندر، الحقيقة يعني كان هناك تفاعل مع الرسالة مع بيان اللجنة الأولمبية. لا نريد يعني تأزيم أو تسعيد الموقف إلى أكثر من يعني محتواه الرياضي، يعني كنا نتمنى أو نعمل خصوصا يعني بعد مشاركة الرئيس المصري قبل أشهر في مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد فتحت آفاق طيبة مع الأشقاء في مصر، وأيضا يعني كما يعني استقرأت هناك أكثر من رحلة أو رحلتين سياحيتين عربيتين من بغداد إلى الشقيقة مصر، يعني وفي الوقت اللي يعني يتم استقبال الوافدين السياح يعني في منحى غريب يعني يتم حرمان الشباب العراقي والذي يعني اجتهد كثيرا وتدرب كثيرا وتهيئ كثيرا. هناك أكثر من $100,000 صرفت على إعداد عال وطويل الأمد من أجل مشاركة عراقية فاعلة، يعني المشاركات العراقية على مستوى الدراجات في البطولات العربية دوما ما يعني تحقق عددا من الأوسمة الملونة، ونحن حريصون في اللجنة الأولمبية على التفاعل الرياضي الأولمبي. طيب هنا اسمح لي أستاذ حسين الشبابي العربي، لكننا فوجئنا بهذا المنحة أو الموقف الغريب من الأشقاء في مصر. أستاذ حسين إذا تسمح لي، سمات الدخول منحت ل17 وفدا عربيا باستثناء العراق، أين تكمن الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ أنا مثلك يعني لا أريد يعني أن أجترح من عندياتي سببا بينا حقيقة، ولا يعني نحن في اللجنة أنت تعلم أن الاتحادات هي كيانات يعني لها هويتها ولها استقلاليتها الكاملة، لكننا في اللجنة الأولمبية اتخذنا هذا الموقف وهذا البيان ومفاتحة اتحاد اللجان العربية بناء على ما سمعناه من الأخوة أو ما عرفنا أن الوفد العراقي هو الوحيد. بالمناسبة يعني حتى لو كانت هناك مسوغات أو مبررات قدمها المصريون تتعلق ب يعني استكمال الأوراق الثبوتية أو مستلزمات أو ما يمكن أن تمنح على ضوئه الفيزا، فإن الاتحاد العراقي كان أكمل أوراقه الإدارية من أوائل الاتحادات المشاركة وتم إبراقها وتمت موافقة يعني في إجابات محررة مرسلة إلى إدارة إلى إدارة الاتحاد العراقي للدراجات أن الموافقة المبدئية تمت على هذه المشاركة، وحتى هناك يعني مخاطبة بالضبط أنا يعني على ما أذكر أن التأشيرات الدخول ستمنح عفوا للوفد العراقي في مطار القاهرة، ولكن قبل يوم من السفر أو حتى يمكن عشية يوم السفر يعني فوجئ الوفد العراقي ببرقية لأنه لم يتم تأشير أو منح الوفد العراقي سمات الدخول. طيب يعني أستاذ علي حسين لو سمحت يعني خليني أكون أقرب من الصورة، يعني ربما هناك جنب مالية حرفة الاتحاد العراقي للدراجات واللجنة الأولمبية العراقية حرفت أو كانت تتمنى يعني تأمين أو المحافظة على المال العام إلى حد ما، لأنه المكان الإقامة المقترح من قبل اللجنة المنظمة كان يعني رقما قد يبدو مبالغا فيه بالنسبة للفرد الواحد على إقامته وثلاث وجبات وما إلى ذلك. طيب أستاذ حسين الاتحاد العراقي أمن إقامة تصل إلى نصف الرقم المقترح من اللجنة المنظمة. إذا تسمح لي عفوا أستاذ حسين بين رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد مع اللجنة المنظمة ومع الأشقاء في الاتحاد المصري
دعونا يعني نلتقي الفندق الذي يلائمنا، القريب على أماكن تدريبنا، القريب على المنافسات، بالمبلغ الذي يتلائم أو يتناغم مع الميزانية المؤمنة أو المرصودة للمشاركة العربية الكبيرة. وفدنا كبير، نتمنى أن نشارك أشقائنا، ولكن إصرار اللجنة المنظمة. عفوا أستاذ حسين، إذا تسمح لي أن يسكن إذا تسمح لي أستاذ حسين، أن ينزل الوفد العراقي في فندق ما، هو الذي يبدو أن هذا الموقف هو الذي يعني جعل الاشقاء في اللجنه المنظمه. اذا تسمح لي استاذ حسين، اود ان اسالك هنا في نفس الصدد استاذ حسين، عفوا يعني غير مقصوده، ولكن قراءتي للموقف او ما سمعته من الاخوه في اتحاد الدراجات وما تم تداوله وما تم يعني تباحثه مع الاخوه في اتحاد الدراجات، وصلت الى قناعه ان الاختلاف ربما يكون على هذه الجزئيه. لنستثمر الوقت استاذ حسين، عفوا، بعد مفاتحتكم للجان العربيه، ما هي الخطوات المقبله وباختصار لو سمحت؟ بالتاكيد يعني الرساله كانت واضحه بان العراق يحرص على ان يديم علاقه الشباب العربي، ولا يمكن له ان يتخذ موقفا سلبيا من المشاركات، ولكن بالجانب الآخر أيضا العراق حريص على أن يسترد يعني حق المعنوي والاعتباري، وحتى كانت هناك مطالبة بتضمين الاتحاد المصري مبلغ $100,000 كان أنفق على معسكرات تدريبية وعلى يعني إعداد عالي وطويل الأمد للمنتخبات العراقية لجميع الفئات وللجنسين. إذن نشكرك شكر جزيلا الأستاذ حسين علي حسين، مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية العراقية. طالب الاتحاد العراقي للدراجات نظيره المصري بإجراء تحقيق بشأن منع الوفد العراقي من دخول الأراضي المصرية للمشاركة في بطولة العرب. وقال رئيس الاتحاد العراقي محمود عزيز إن اتحاد اللعبة كان على تواصل مستمر مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي بشأن موقف الجانب المصري وعدم حصول الوفد العراقي على سمات الدخول للمشاركة في مهرجان البطولات العربية بالدراجات في مصر. وأضاف أن الاتحاد العراقي طالب المستشار والأمين العام للاتحاد العربي إسماعيل الحصني ورئيس الاتحاد المصري وجيه عزام بإجراء تحقيق في هذا الموضوع على يتم اطلاعهم على تفاصيل التحقيق. أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال موافقة جميع الاتحادات العربية على المشاركة في بطولة العرب للذكور والإناث التي تحتضنها أربيل للمدة من 25 ولغاية 31 من كانون الأول المقبل. وقال أمين سر اتحاد رفع الأثقال مصطفى صالح إنه من المقرر حضور أكثر من 300 رباع عربي من كلا الجنسين وبمختلف الفئات العمرية، لذا سيكون هذا أكبر تجمع عربي على مدى البطولات السابقة، مبينا أن الاتحاد يعمل على تأمين الحجوزات وسمات الدخول للمنتخبات وتهيئة القاعات الرياضية وتجهيزها بجميع المستلزمات التي من شأنها إنجاح البطولة. نظم الاتحاد الفرعي في البصرة بطولة للشطرنج السريع تكريما لبطلي العراق سالي عباس وزيد علاء. احتفاء بحصول اللاعبة سالي عباس لفئة المتقدمين للنساء وزيد علاء لفئة 16 عاما على لقب بطولة العراق بالشطرنج، أقام الاتحاد الفرعي في البصرة بطولة الشطرنج السريع تكريما لهما. يقيم اتحاد الشطرنج العراقي في فرع البصرة هذا اليوم احتفائية، احتفاء بحصول اللاعبة سالي عباس لاعبة الشطرنج من البصرة لقب بطلة الشطرنج بالعراق للنساء للمتقدمات هذا العام، وأيضا احتفاء بحصول اللاعب زيد علاء شاسب على لقب بطل العراق لفئة 16 سنة. وعلى الرغم من مشاركة اللاعب سالي في الكثير من البطولات العربية والآسيوية، إلا أن لاعبي الاتحاد في البصرة يشكون من قلة الانخراط في المحافل الخارجية والاحتكاك باللاعبين غير المحليين.
اليوم اتحاد البصرة فرعي كرمني لأن أخذت المركز الأول في فئة 16 عام. أشكر الاتحاد على هالمبادرة الحلوة وإحنا نفرح من الاتحاد كرمني. شاركت بأكثر من بطولة عربية وحققت 5 ميداليات ذهبية على بطولة العرب بمختلف الفئات العمرية، وحاليا حاصلة على لقب FM وحاصلة على لقب IM أستاذة دولية، بس بسبب التدرج أقل من 2000، يعني لازم يوصل تدرجي 2000 حتى أحصل لقب IM إن شاء الله. وحصلت لقب ثالثة على غرب آسيا في إيران ب 2016. التدريب والمشاركات الخارجية والمدرب المتمرس هو أكثر ما يحتاجه اللاعبون الشباب للحصول على الخبرة التي يحتاجونها خلال المسابقات. عمر الحرمي، العراقية الرياضية، البصرة. أحرز فريق الاتصالات المركز الأول في بطولة العراق للمبارزة على الكراسي المتحركة التي أقيمت في بغداد لمدة 3 أيام. زيد غالب. عامان تعطلت فيهما نشاطات اتحاد المبارزة على الكراسي المتحركة بسبب جائحة كورونا، لكن أبطال المبارزة أعادوا تنظيم أنفسهم من جديد، وأخذ صليل سيوفهم تسمع أصواته إذانا ببدء التدريبات للتحضير للمسابقات، ومنها بطولة العراق بالمبارزة على الكراسي المتحركة التي اختلفت جذريا من كل النواحي عن المنافسات السابقة من حيث التنظيم والمشاركة الواسعة من قبل الأندية واللجان الفرعية، ما أعطى للبطولة أن تأخذ مساحة واسعة من الجمالية بأداء المبارزين. أعتقد المشاركة كانت مشاركة جيدة، 11 فريق، لجنة فرعية وأندية. أعتقد 50 أكثر من 50 لاعب بالمبارزة لأول مرة تصير، وهذه النتائج كلها حصيلة راح تكون لتطوير المنتخبات الوطنية وإعداد اللاعبين. تعرف أنت الفريق المبارزة واحد من الفرق مستويات عالية على مستوى الأولمبي. الاتحاد كان منقطع لمدة 2 عام عن البطولات، فكانت هذه البطولة بعد انقطاع 2 عام شغف اللاعبين سواء على الأندية والجان فرعية أو اللاعبين المنتخب أيضا للمشاركة بهذه البطولة، فلهذا كانت المشاركة مفتوحة وأعداد كبيرة من اللاعبين. إحنا بعد هذه البطولة راح يكون تشكيلة للمنتخب الوطني، وقبل أن نشكل المنتخب الوطني أيضا عندنا اختبارات راح نختار من أفضل اللاعبين اللي اشتركوا من خارج المنتخب بالبطولة. لقاءات اتسمت بالكثير من الندية بين المبارزين الذين كانوا تواقين إلى اعتلاء منصات التتويج، لكن المجتهد الذي يحصل على نقاط أكثر تدفعه لمرحلة أخرى جديدة في المنافسة تقربه من مبتغاه، سيما وأن التقارب بالمستويات جعل أغلب المواجهات تكون قوية بين المبارزين لتحتسب بعدها النتائج التي كانت هي الفيصل في تحديد هوية الفائز. فريق الاتصالات تسيد البطولة بحصوله على الترتيب الأول، ليكن فريق وسام المجد ثانيا، أما المركز الثالث فناله فريق الشموخ. بطولة جيدة وتنظيم جيد، اشترك بها أكثر من 50 لاعب الفئة أي، كانت نتائج حلوة الحمد لله، حصلت على المركز الأول، كانت منافسات قوية وإن شاء الله نطمح للأفضل. الكتاب واضح من عنوانه، أي أن على الجهات المسؤولة زيادة الاهتمام أكثر بهذه الفئة التي تحدد كل شيء يقف بطريقها من أجل البقاء بحصد الألقاب في المشاركات لإعلاء اسم رياضة أصحاب الهمم دائما في كل وقت. الكثير من المصاعب طعنت بأسلحة أبطال المبارزة في هذه البطولة من أجل الاستمرار والبقاء بنفس الروحية العالية لتحقيق أفضل الإنجازات داخليا وخارجيا بهذه اللعبة. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. أقيمت في مدينة حلبشة بالسليمانية فعاليات البطولة الدولية للطيران الشراعي بمشاركة 75 لاعب من 7 دول. نتابع تفاصيل مع عسير. أقيمت في مدينة حلبشة في السليمانية فعاليات البطولة الدولية للطيران الشراعي بإدارة الاتحاد الجوي العراقي المركزي للعبة وبإشراف الاتحاد الفرعي في كردستان والاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 75 لاعبا من 7 دول أبرزها كندا والسويد وإيران ولبنان. هذه البطولة أول مرة كان عندنا لها استعداد كامل في هذا الدعم من قبل كل الجهات ذات العلاقة إن شاء الله، وسوف تتكرر هذه البطولة. كان نجاحها بمستوى عالي لا بأس بها بالتعاون مع الأخوة. كل المواصفات الجيدة جهزناها من أجل إنجاح هذه البطولة،
قياسات ارتفاع الجبل والفراغ ونقطة الهبوط في الطيران الانحداري. والطيارون الذين شاركوا في هذه البطولة من كندا والسويد وتركيا وإيران والسعودية قسموا إلى 18 فريق. فعاليات الكاتو استمرت لثلاثة أيام، حيث احتدمت المنافسة بين اللاعبين على مرتفعات جبل بالامبو لتسجيل أكبر عدد من النقاط في دقة الهبوط، ليحتل الإيرانيون المراكز الأول فيها. بالوانيتي كابدو لشاري هلبزة بطولة الكات 2 فرصة لاستعراض مهاراتنا وتبادل تجارب الطيران مع اللاعبين من دول مختلفة، إضافة لتوجيهات الحكام في التصويب والتصحيح. حصلت على المراكز الأولى في هذه البطولة بعد احتساب عدد النقاط ودقة الهبوط، وأنا سعيد بهذه المشاركة واكتساب الخبرات من الرياضيين والحكام. هذه البطولة هي الأولى في غرب آسيا والشرق الأوسط التي تقام داخل العراق تهيئة لتنظيم بطولات قادمة على مستويات أعلى. للعراقية الرياضية أسيل عماد، حلبجة. شاهدين النشرة مستمرة وتشاهدون فيها. إسبانيا تواجه السويد في موقعة عنوانها التأهل من أرض الأندلس، ونقطة واحدة تكفي البرتغال أمام سربيا لبلوغ مونديال قطر.